جويلية 2017 هو موعد ميلاد حارس تونسي جديد، ومن المفارقات أن إصابته الخطيرة والكارثية تكون هي السبب في أن يعاود يرجع في أقوى نسخة ممكنة. شنو زعم السر اللي يخلي عاطف الدخيلي اليوم في 2020 يتصنف كواحد من أفضل الحراس في تونس وإفريقيا؟ السر هو قوة شخصية عاطف وطاقة الصبر الكبيرة اللي عنده وبالطبيعة عزيمته. في الجانب الكروي، السر العالمي في أنه حراس المرمى يظهروا بعد 30 عام هو قدرتهم الكبيرة على التطور، التطور اللي مستحيل يقف، والأمثلة عديدة نذكر منهم بوفون، سامير أندانوفيتش وسلفاتوري سيريكو. اخترت أسامي متاع حراس في إيطاليا لأنه عاطف تكوينه البدني والخدمة اللي يخدم فيها باليدين تخليني نقول أنه حارس إيطالي. التكنيك متاع عاطف هي إيطالية 100%. عاطف من أكثر الحراس العام هذا في الدوري التونسي اللي نحى كور من الخط، تصدى التسديدات هو بعيد مترو أو متر ونص على الخط. الحراس الطليان يعملوا برشا على قوة طولهم في البراد، قوة اليدين، هذاك علاش تسمى فرانشيسكو تولدو بالأخطبوط. الأخطبوط التونسي عاطف الدخيلي عنده أرقام خيالية خليته يكون في نفس الترتيب مع كايلور نافاس ويانو بلاك على مستوى الكلينشيت. كايلور عنده 11 كلينشيت، يانو بلاك عنده 11، وعاطف الدخيلي زاد منع النادي الإفريقي 11 مرة. لوك كروي جديد ظهر قدرات عاطف الكبيرة، القدرات هذه خلات جمهور النادي الإفريقي يطمئن على مركز حراسة المرمى بعد سنوات من الضعف الكبير. فهل ينال عاطف الدخيلي الفرصة الكاملة في المنتخب الوطني التونسي؟ سؤال ننتظر إجابته من المدرب منذر الكبير.